بالنسبة إلى مواليد الجدي، الفترة مناسبة جدا لك. وجود القمر في برج الدلو يشجع على أوضاعك أو امتهاج خطة لتسيير أمورك المادية وكذلك أمورك يمكن تقديم على عمل أو يمكن إيجاد عمل بديل، أو من الممكن أن تكون الفترة مناسبة. وبالنسبة لكبار السن أو من كان منكم لا سمح الله على مرض، يكون فترة مناسبة جدا للاستشفاء.